دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ما معنى وتعالى جدك جزاكم الله خيرا تعالى جدك لله جل تعالى لك لأن الجد يطلق ويراد به والد الوالد فقال له جد سواء من قبل الأب أو من قبل الأم ويطلق الجد ويراد به العلة كما في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب العلة إلا هو الله سبحانه وتعالى ولا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا ويطلق الجد ويراد به العظمة والكبرياء وهو المراد هنا تعالى جدك أي جلت عظمتك وكبرياؤك قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أي جلت عظمته سبحانه وتعالى وغناه عن أن يتخذ زوجة أو ولدا لأنه غني عن العالمين غني عن خلقه سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى صاحبة ولا إلى ولد جزاكم الله خيرا.